أخبار اليوم. رأيك في الإشاعات اللي طلعت على كابتن أبو تريكة يعني كابتن أبو تريكة يعني ليه مشروعات خيرية كتير وليه شغل خيري كتير، ففي إشاعات كتير طلعت جدا إنه تجميد رصيد وتجميد حاجة. أنت رأيك في الموضوع ده ككروي وكراجل برضو بتساهم في عمل؟ أنا بص أنا عايز أقول لك الحقيقة مش موضوعنا طبعا، إنما أنا عايز أقول إني زي ما أنت بتقول هو ليه حاجات كتير وليه حاجات كتير خير بيشارك فيها، وهو يمكن من الناس اللي على خلق كبير بعيدا طبعا اي انتماءات سياسيه، انا مش هو ده اللي يهمنا. انما في الاول وفي الاخر خلينا نفصل موضوع قانوني، حق القانون ان هو ياخد يمشي في الامور بتاعته. انا غير ابو تريكة اي حد لو في اي تجاوزات، ولكن احنا بنتكلم على الانسان، راجل محترم، راجل ليه اعمال خيريه كتير جدا جدا، راجل ليه رصيد كبير عند كل الناس. بعيدا بقى عن الشعاعات وغير الشعاعات، نسيب الموضوع طالما موضوع شق قانوني، نسيب للشق القانوني هو اللي يحكم بالظبط، ياخد مجراه. انما بعيدا طبعا هو اخ وصديق وليه اعمال خيريه كتير تحسب له، وان شاء الله باذن الله يعني كبوه ويعدي من على خير باذن الله. شكرا جدا.